المحاضرة النهاردة إن شاء الله يا جماعة بعنوان حاجة اسمها جاز ترانسبورت أند أوكسجين هيموجلوبين كيرف، أو جاز ترانسبورت أند أوكسجين ديسوشيشن كيرف أوف هيموجلوبين، الاتنين واحد، خلاص؟ طيب إيه الأهداف بتاعة المحاضرة؟ أول حاجة عندي ديسكاس فورمز أوف أوكسجين ترانسبورت باي ذا بلاد. هو أولا لما هاجي أتكلم أنا بتكلم عن بلاد جازز، يعني عندي أكسجين وكربون دايكسايد. فما اجي اقول لك جاز ترانسبورت يبقى انا هتكلم على هاو كربون دايكسايد ترانسبورت اند هاو اوكسجين ترانسبورت مينلي. فاول حاجه مسكنا الاكسجين فقلنا ديسكاس فورمز اوف اوكسجين ترانسبورت باي ذا بلاد. ثاني حاجه في شويه ديفينيشنز مهمه جدا لازم اكون عارفها، حاجه اسمها اوكسجين كونتنت، حاجه اسمها اوكسجين كاباسيتي. بعد كده منشن في الثيولوجيكال سيجنفيكانس اوف اوكسجين ديسوشيشن كيرف اوف هيموجلوبين. رابع حاجة عندي انيوميريت كوزز اوف شيفتنج اوف اوكسجين ديسوشيشن كيرف ان جنرال، سواء بقى للرايت او الليفت زي ما هنفهم. من الاهداف المهمة جدا في كتير كتير ام كيو او شورت ايس. بعد كده ديسكاس فورمز اوف كاربون دايكسايد ترانسبورت باي ذا بلاد، ازاي الكربون دايكسايد بيتشال في الدم. والفينومنا اللي سمعنا عنها كتير قبل كده حاجة اسمها كولورايد شيفت فينومينون، او زي ما هنعرف اسمها الهامبرجرز فينومينون. اخر حاجه عندي ديفاين الكالي ريزيرف اند ميتشن اتس سيجنيفيكانت، يعني ايه الكالي ريزيرف واهميتها في جسمنا ايه. نبدا باول حاجه عندي اللي هي الفورم اوف اوكسجين ترانسبورت ان ذا بلاد. فاكرين لما كنا بندرس اندوكراين صح؟ كنا بيقول لك اي هرمون بيمشي في الدم بيمشي في صورتين، صوره فري صح وصوره باوند. الفري هي الاكتف فورم والباوند هي الاستورج فورم، صح ولا لا؟ وانت جاي الكليه في مبلغ في جيبك عامله انك تصرف منه، صح ولا لا؟ لكن في جزء ثاني عينه للظروف، صح؟ فانت جزء بتصرف منه جزء ستورج. فالجسم حتى الجازف موجوده في الصوره دي. يعني الاكسجين او الكربون دايكسيد زي ما هنشوف موجود في الدم في صورتين. في صوره فري او يقولوا عليها الفيزيكال فورم، وصوره باوند بيعتبروها ستورج فورم. وهنفهم ازاي؟ فالاكسجين اول فورم عندي اللي هي الاكسجين ان فيزيكال سوليوشن، او يقولوا عليها الفري اوكسجين ان ذا بلاد، يعني ما هوش ماسك في هيموجلوبين ولا حاجه. وده زي ما هنعرف من اهم فوائده، ده ايزي تو بي يوزد باي فيش. زي بالظبط ايه؟ ايهما اسهل لك في الايه؟ في الهضم، او حتى يستحب في الاكل، الكربوهيدرات ولا الليبت؟ تلاقي نفسك ايه؟ تحب تشرب حاجه مسكره صح؟ ولا اي اكل تاني؟ حاجه المسكره تلاقيها اسهل حتى في الهضم وفي الاستخدام، وبتستخدم بسهوله وتفقد بسهوله، صح ولا يعني تخلص بسهوله. فنفس الكلام اول فورم عندي اللي هي الاكسجين ان فيزيكال سوليوشن او الفري ايه فورم اوف اوكسجين. يبقى موجود اول حاجه يهمني الديفينيشن او النيتشر بتاعتي اوكسجين مولكيولز ديسولفد ان بلاد، يعني نوت بايند تو هيموجلوبين، خلاص. الفوليوم بتاعها مهم جدا، نقطة مهمة، وجبنا سيرة القانون ده، حاجة اسمها الهنري لو. لكن لما كنا المرة اللي فاتت جبنا شوية قوانين في الأول كده، قلت لك يهمني فيها الفكرة أكتر من اسم القانون نفسه. فهنري لو برضك يهمني فيه فكرته أكتر من اسمه. يعني لو سألت انستيتيوتد سيل ما يقولكش هنري لو ستيت ذات، ما يقولش كده. لكن يقول لك مثلا إيه؟ ديسولفد أوكسجين أو أوكسجين إن فيزيكال سوليوشن إز دايركتلي بروبورشنال ولا انفيرسلي بروبورشنال تو بارشيال اوكسجين او الاكسجين تنشن؟ يبقى دايركتلي ريليتد. كلما زاد الاكسجين تنشن او البارشيال بريشر اوف اوكسجين كلما زاد الايه؟ الديسولفد اوكسجين، بمعنى اخر. ايه رايك؟ لما يبقى معاك فلوس كتير هيبقى الشويه اللي هتصرف منهم اكتر ولا لا؟ صح؟ ما معكش فلوس هتلاقي نفسك هتقرف على نفسك شويه، فهي نفس الفكره. هيزيد البريشر هيزيد الديسولفد ايه؟ فورم. وده اللي يقولوا عليه هنا ريزلو. الفوليوم يا جماعه الارقام تتحفظ زي اسامينا بتتسال. خلاص؟ الفوليوم في الارتيريال بلاد وفي الفينوس بلاد. اتوقع في الارتيريال بلاد الفري اوكسجين اكتر ولا في الفينوس بلاد؟ في الارتيريال طبعا. شوفوا الارتيريال كام؟ 100 ملم مركل، وقلنا بتوصل من 95 ل 98 ملم مركل، لما قلنا في حاجه اسمها الفيسيولوجيكال شامب. المهم عندي القيمه كام؟ 3 من 10 ملي بير ديسيليتر. يا
يعني الاكسجين ان 3 فورم او الفيزيكال فورم كان 3.1 مللي بير ديسيليتر. في الفينس بلاد كان 13% مللي بير ديسيليتر. اعتمدت عليها يا جماعه على الاكسجين تنشن. الاكسجين تنشن في الارتيريال بلاد 100 مليمتر مركري، في الفينس بلاد 40 مليمتر مركري اكوردنج تو هينرز لو. بيقول لك الديسولفد اكسجين بيساوي الاكسجين تنشن في كونستانت اللي هو 3 من 1000. كلام جميل وسؤال في منتهى الروعه. ايه رايكم يا جماعه؟ هل الفينس بلاد كومبليتلي نو اكسجين انت؟ هل الفينس بلاد مفيش اكسجين نهائي؟ لا 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 لا، ما ده اسم خطا. كلمه دي اوكسجينيتد او ام اكسجينيتد ده اسم خطا، علميا خطا، بقول عليه ليس اكسجينيتد بلاد. ها بس زي ايه بالظبط؟ فاكرين يا جماعه لما بقول لك الريد بلاد سيل ده اسم كومن لكن اسم خطا، مش حاجه اسمها ريد بلاد سيل. الريد بلاد ما هي سيل لكن قرباطه. لما اجي اقول لك انيميا ما هو اسم مشهور لكن اسم خطا، مش حاجه اسمها انيميا. ان يعني ما فيش، ايميا يعني بلاد، انيميا يعني ما فيش بلاد، واحد ما عندوش دم. ها فبالتالي احنا بنستخدم مصطلحات بس غصب عننا بنستمر عليها لانها خلاص اتعرفت. زي بقى ايه؟ ما واحد يقابل واحد خلاص هو عرف بان اسمه ابو علي مثلا، ابو علي ابو علي ابو علي، هو اسمه محمد مثلا، يجي حد ينادله يقول له يا محمد ما يردش، هو نفسه هو نسي اصلا ان اسمه محمد. فاهم قصدي؟ فبالتالي بقى اسم دارج. فما ينفعش اقول لك ان الفينس بلاد كونتين نو اوكسجين. ازاي؟ فاحنا لسه هنعرف حالا اكسجين كونتنت موجود قد ايه في الارتيريال بلاد وموجود قد ايه في الفينس بلاد. فما ينفعش اقول لك الفينس بلاد زيرو اكسجين. ماشي يا جماعه؟ كلام كويس. الامبورتنت غايه في الاهميه، لان زي ما بقول انت شايف القيمه قد ايه يا جماعه؟ القيمه في الارتيريال كام؟ 3.1 مللي بير ديسيليتر، يعني الكميه قليله جدا، ورغم كده في منتهى الاهميه. اهميتها ايه؟ اول حاجه عندي زي ما قلت easy to be used، ده اسهل حاجه استخدمها. زي ما بقول انا عندي فري اوكسجين وعندي باوند اوكسجين، اقوم مستخدم مين؟ شوفوا بقى يا جماعه التشو بيستخدم الاكسجين ازاي. يقوم واخد مين الاول؟ الفري اوكسجين، فيقل الاكسجين تنش صح؟ فيحصل ديستولفنج لمين؟ او هينتقل من مين لمين؟ من الاستورج لمين؟ للفيزيكال. استخدم ثاني من الاستورج للفيزيكال. زي بالظبط بقول لك انت معاك فلوس، كل ما هتزيد الفلوس هتعمل ايه؟ هتسحب. طيب افرض انك سحبت مثلا، انت النهارده معاك 4 ريال خدتهم وصرفتهم، خلاص هتمشي بقى من غير ما يبقى في جيبك حاجه؟ لا، هتسحب ثاني، صح ولا لا؟ فهي الفكره كده، انا اسحب اللي في ايدي اللي سهل ان انا اتصرف فيه، سحبته ارجع اخد من الاستورج ثاني صح؟ وابدا ايه؟ اشتغل. فنفس الفكره ذا فيرست تو بي يوز، بعد كده مين اللي يشتغل؟ اللي هو الايه؟ الكومباين. يعني الاثنين بيستخدموا، بس اللي في الاول بيستخدم مين؟ الاكسجين اللي هو الفيزيكال فورم، خدنا منه يقوم منتقل شويه من الكيميكال فورم او البايند فورم للفري فورم، وهكذا تستمر الحكايه. نعم. الاكسجين تنشن بيعتمد على ايه؟ القانون بيقول لك ايه؟ في علاقه طرديه ما بين الديسولفد اكسجين والاكسجين تنشن، بمعنى كلما زاد الاكسجين تنشن كلما زاد الديسولفد اكسجين، علاقه طرديه. اما قانون يا جماعه او العلاقه الطرديه بتلاقي ايه؟ بالشكل ده كده مثلا. هقول لك ان الديسولفد اكسجين، الديسولفد هو الفري هو الفيزيكال، الاكسجين بيتناسب طرديا مع الاكسجين تنشن. خدنا قبل كده واحنا بناخد في الحساب في المراحل الاولانيه بتقول لك ايه؟ اقوم شايل العلامه دهية واحط مكانها يساوي واقوم قايل اكسجين تنشن في كونستنت، في ثابت، الثابت بتاعنا 3 من 1000. واضح الكلام؟ كلام كويس. زي ما بقول هنا ريزلو زي كاسم مسموح لك انك تنسى الاسم لكن مش مسموح لك تنسى العلاقه، ممكن اسئله ام اس كيو. يبقى السولفت او الفيزيكال او الفري اوكسجين از دايركتلي ريليتد لمين؟ لمين؟ للاكسجين تنشن. يبقى اول حاجه عندي مهمه جدا واحفظها اسامي الامبورتنس ديت، انه ذا فيرست تو بي يوزد باي فيش، لان هو الايزي. السيد فيشنت خدناه، فاكرين يا جماعه الديرسال كيمو ريسبتور؟ بيقول لك ذا مين ستيمولانت از ديفيشنسي ان ذا فيزيكال فورم اوف اوكسجين نوت كومبايند فورم، بدليل الناس اللي عندهم انيميا عندهم هايبوكسيا ما بيحصلش ستيمولاشن للديرسال كيمو ريسبتور. قلنا الكلام ده قبل كده. ثالث حاجه عندي ديترماين اوكسجين تنشن، احنا قلنا علاقه طرديه بينهم وبين بعض. وطالما ديترماين، شايفين الكلام بيجيب بعضه يا جماعه؟
طالما بيديترماين الاكسجين تنشن هقدر اعرف الاكسجين هينتقل منين لفين، الترانسبورت بتاع الاكسجين هيبقى منين لفين اكوردنج لهذا الاكسجين تنشن. بعد كده هي اخر واحده دي هسيبها كمان شويه لان هقولها حالا، حاجه اسمها برسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين الاكسجين، سيبوها شويه هقولها حالا كديفينيشن. كلام كويس، ده الاكسجين ان فيزيكال سوليوشن او ان فيزيكال فورم. امال الاكسجين ان بايند فورم او كومبايند فورم او كيميكال فورم ايه هو؟ ان الاكسجين يكون ماسك في حاجه. طب احنا عارفين ان الاكسجين الترانسبورتد باي مين؟ الهيموجلوبين. طب الهيموجلوبين زي ما احنا عارفين الهيموجلوبين عباره عن حاجتين، هيم وجلوبين. ركزوا في النقطه دي لغايه الاهميه. الهيم بيشيل حاجه والجلوبين بيشيل حاجه. احنا عندنا بلاد جازت حاجتين النهارده، اكسجين وكربون دايوكسيد. الاكسجين بيتشال بالهيم بارت اوف هيموجلوبين، بس في انهي بارت من الهيم؟ في الفيروس بارت. احنا عارفين ان الهيموجلوبين فيه ايرن كام اتوم يا ظالم؟ واحده ايه؟ اثنين. ما هو واحد اثنين ثلاثه بعد الثلاثه ايه؟ اربعه. اربعه يا جماعه اربعه. خلاص ده مهم جدا النهارده ان انا اعرف ان الهيموجلوبين عشان اميزه من حاجه اسمها الميوجلوبين. الميوجلوبين فيه اونلي 1 فيروس اتوم، لكن الهيموجلوبين كام؟ اربعه. يبقى ده بيمسك في مين؟ في الفيروس اوف هيموجلوبين. ولازم اكون فاهم ان الايرن في الهيموجلوبين فيروس فور. لو بقى فرك بقى اسم ثاني خالص، بقى اسمه ميت هيموجلوبين، ما عادش يشيل اكسجين. وضحت الصوره؟ يبقى الاكسجين از كاريد باي، ركزوا يا جماعه، از كاريد باي ذا فيروس بار اوف هيموجلوبين. واضح الكلام؟ ثاني حاجه عندي ان الكربون دايوكسيد زي ما هنقول كمان شويه بيتشال بواسطه مين؟ الجلوبين. يبقى الهيم بارت اوف هيموجلوبين بيشيل الاكسجين، لكن الجلوبين بارت بيشيل الكربون دايوكسيد زي ما هنقول كمان شويه. طيب يبقى هنا وقت ما اجي اقول لك اكسجين ان كيميكال فورم عباره عن ايه؟ بيقول لك اكسجين كومباين with the ferrous part of hemoglobin in the form of oxygenation ولا oxidation. دي مهمه. اكسجين ايه الفرق بين الاثنين؟ لو اكسيديشن هيحولوا الفرك، لكن اكسجينيشن ده ريفرسبل كومباينيشن، يعني مجرد بيمسك ما بيأثرش على الاستراكشر. خلاص؟ فبالتالي بقول لك دي عباره عن بروسس اوف اكسجينيشن، ونتيجه ان انا عندي في الهيموجلوبين 4 فيروس اتوم بيحصل ايه؟ هذا الكومباينيشن ان ستيب. وده المسؤول زي ما هنعرف كمان شويه عن حاجه اسمها الاكسجين ديسوشيشن كير. النورمال فاليو بتتحسب زي اسامينا. في الارتيريال بلاد في قد ايه اكسجين؟ ها؟ في 19 مللي اكسجين بير ديسيلتر. طب في البينس 14. عشان نبقى عارفين اهو ده البينس بلاد فيه اكسجين وفي كميه كبيره كمان مش كميه قليله. في سواء كومبايند او سواء ايه؟ فيزيكال فورم. ما ينفعش تاني بكرر اهو، ما ينفعش تاني اقول ان الايه؟ البينس بلاد كونتين نو اكسجين. ينفع؟ ما ينفعش. فبالتالي ان اوكسجينيتد، ودي اوكسجينيتد بلاد اسماء خاطئه، لكن الاصح اقول ليس اوكسجينيتد او مور اوكسجينيتد. المهم الامبورتنت زي ما بقول الاكسجين ان كيميكال فورم از ذا مين اوكسجين سبلاي تو تيشو، لان هو المخزن. يعني بالله عليك انا دلوقتي معايا 5 ريال، لكن معايا في البيت كذا، الاهم عندي مين؟ اللي انا مخزنه ولا اللي انا ال 5 ريال اللي هصرفها؟ لا اللي انا مخزن صح ولا لا؟ فبالتالي الاثنين مهمين، لان انا هستخدم، انا اللي هسحبه ده هو الفيزيكال، اللي عينه ده اللي انا هسحب منه، الاثنين مهمين، لكن المخزن بتاعنا مين؟ اللي هو البايند او الكيميكال فورم. تو سمرايز اجين الفورم اوف اوكسجين ترانسبورت باي ذا بلاد. اول حاجه اكسجين يا جماعه، النقطه اللي بعيد ودي تبقى مهمه جدا. خلاص الفورم الثاني اكسجين ان فيزيكال فورم لازم اكون عارف بيعتمد على ايه. النورمال فاليوز الامبورتنت غايه في الاهميه. نفس الكلام بيمسك في ايه؟ في انهي بارت في الهيموجلوبين؟ الفاليوز ايه؟ اهميته ايه؟ في شويه ديفينيشنز مهمه جدا لنا نبقى عارفينها لانها تخدمنا في حاجه اسمها الاكسجين ديسوشيشن كيرف، واحد من الاهداف الرئيسيه للمحاضره النهارده. في حاجه اسمها الاكسجين كاباسيتي وحاجه اسمها الاكسجين كونتنت. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه رايكم؟ انا لما اقول لك القاعه دلوقتي مثلا وليكن فيها ايه؟ 20 طالب. ده اللي اكشوري موجود دلوقتي، ده محتوى الحجره من الطلاب كذا. لكن لما اجي اقول لك الطاقه القصوى للحجره قد ايه؟
يبقى دي الكباسيتي، صح ولا لا؟ يعني انا لو جبت الطلبه كلها وجيت رصيتهم في الاوضه بحيث ان ما يبقاش في منفذ، ما فيش حد هيدخل اكتر من كده، يبقى ده ايه؟ في فرق بين الاكشوالي والبوتنشال اللي انا بفكر انه ممكن ينزل، صح ولا لا؟ فبالتالي الاكسجين كونتنت ده عباره عن الفوليوم اوف اكسجين بريزنت اكشوالي اكشوالي ان كيميكال كومباينيشن وذ هيموجلوبين بير دي سي ليتر بلاد، ده اللي اكشوالي موجود. ايه النورمال فاليوز بتاعته؟ هي اللي لسه قايلينها حالا اللي هي الكومبايند فورم. في الارتيريال بلاد 19 مللي بير دي سي ليتر، الفينس بلاد 14 مللي بير دي سي ليتر. هيعتمد على ايه الفاكتورز افكتنج اوكسجين كونتنت؟ هيعتمد على حاجتين اساسيتين، الاكسجين تنشن والهيموجلوبين كونسنتريشن، خلاص اللي هيشيل والبريشر اللي هياثر في الشيل. ركزوا معايا، قوم قارن الفاكتورز ديت مباشره زي هنا. الاكسجين كبس عباره عن ايه بقى؟ فوليوم اوف اكسجين بريزنت ان كيميكال كومباينيشن بير دي سي ليتر براد، بس خلي بالك بقى هتطلع افتراض اهو، وين هيموجلوبين از فولي ساتيوريتد وذ اكسجين. يعني لو الهيموجلوبين مشبع بالاكسجين وشايله، ده افتراض، ده ما حصلش. ها زي ما بقول لك بالظبط، محتوى الاوضه دلوقتي كام؟ اللي اكشوالي موجود تقول لي دول كذا. لكن الكباسيتي بتاعتها ده افتراض ان انا ملقيت الاوضه على الاخر. الطاقه القصوى للحجره، صح الكلام؟ فبالتالي انا قمت مختصرها، هكمل واقوم اقول لك انا اختصرتها في جمله تحتها. النورمال فاليو قال لك خلي بالك، ركزوا في السير برضه ام سي كيو، وفي رقمين بعض المراجع قال لك ان 1 جرام اوف هيموجلوبين لو شبع فولي ساتيوريتد ممكن يشيل لك 1.33 مللي اكسجين، وبعض المراجع قال لك لا 1.34. مش هنقطع بعض، جات لك ام سي كيو الرقم ده او الرقم ده الاثنين صح، مش هيجيب لك الرقمين، يعني مش هيجيب لك اختيار ام اس كيو يقول لك ده 1.33 والاختيار الثاني 1.4، ما ينفعش، لان بعض الناس قالك كده وبعض الناس قالك كده، فالرقم ده او ده صح، خلاص؟ يبقى لو شبع 1 جرام من الهيموجلوبين شبع فولي ساتيوريتد هيشيل قد ايه اكسجين؟ 1.33 ملي اكسجين. طب انا عندي الهيموجلوبين في الدم قد ايه؟ ها مش 15 افريج 15 جرام بير دي سي لتر ملتبلاي 15 في 1.33 يبقى القيمه كام؟ 20 مللي اكسجين بير دي سي لتر. يبقى ابقى حافظ ان النورمال فاليوز كام؟ 20 مللي اكسجين بير سنتي. انتوا الاسئله بتاعتكم سهله، لو حد حب كان يهزر، مش هيهزر ما تقلقوش، بس لو حب يهزر يقول لك مثلا ايه؟ اكتب لي اكسجين كباستي از 20 مللي اكسجين بس. فهو قال لك القيمه وقال لك الرقم، بس اكتب ليه؟ هتقوم قايل له الديفينيشن وتقوم شارح له الكلمتين الصغيرين دول. بس مش بتيجي كده، بتيجي في الام سي كيو. وضحت الصوره يا جماعه؟ المهم قارناهم ببعض اهوت، بس في حاجه ما قارناهاش اللي هي الفاكتورز افكتنج. فاكرين هنا في الايه؟ في الاكسجين كونتنت كان ايه الفاكتورز افكتنج؟ كان الاكسجين تنشن و دي مهمه جدا، الاكسجين تنشن والهيموجلوبين كونسنتريشن. انا قمت حذفت الهيموجلوبين كونسنتريشن هنا لان خليته فولي ساتيوريتد، ها انا حطيت فرضيه انه فولي ساتيوريتد، فبالتالي الفاكتورز افكتنج في الاكسجين كبست مين؟ ها الهيموجلوبين كونسنتريشن، انه فولي ساتيوريتد. انا اعتمدت دلوقتي خلاص، انا قلت فولي ساتيوريتد يعني معناها ان الاكسجين تنشن لو ضغطته مش هيعمل ساتيوريشن زياده. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى الفاكتورز افكتنج اكسجين كونتنت حاجتين، اول حاجه عندي الهيموجلوبين كونسنتريشن، ثاني حاجه مين؟ النقطه دي غايه الامانه تفرق معايا حالا وانا بتكلم في الاكسجين ديسوشيشن كيرف، بعيدها تاني لانها مهمه. يبقى في الفاكتورز افكتنج اكسجين كونتنت حاجتين، اول حاجه الاكسجين تنشن، ثاني حاجه الهيموجلوبين كونسنتريشن. لكن في الاكسجين كبس مين اللي بيأثر؟ مين؟ الهيموجلوبين كونسنتريشن اونلي. ليه؟ لان الاكسجين تنشن زاد، ما زادش انا عامل فول ساتيوريشن، هو شبع مش هينفع يزيد اكتر من كده. اختصرنا الاثنين المقارنتين في كلمه بسيطه جدا، ديفينيشن بسيط، يقول لك ان الاكسجين كونتنت از ذا اماونت اوف اكسجين اكشوالي باوند تو هيموجلوبين، ده اللي بالفعل ماسكه في الهيموجلوبين. Whereas اكسجين كاباسيتي از ذا اماونت ها ذات كان بوتنشالي احتمال بوتنشالي بي باوند، امتى؟ لما تبقى فولي ساتيوريت. مش احنا قلنا الكلام ده يا جماعه؟
في تو ديفينيشنز تانيين مهمين قوي، بالذات الديفينيشن ده لانه له علاقه بالاكسجين ديسوشيشن كيرف، اللي هو حاجه اسمها اكسجين برسنتج ساتوريشن. كانت مكتوبه عندك في بروبلم من البروبلم صح؟ ايه هو الساتوريشن اوف هيموجلوبين باي اكسجين؟ ايه هو البرسنتج ساتوريشن؟ هناخد المثال اللي احنا قايلينه، قلت لك الاوضه دلوقتي وليكن فيها عدد معين. الطاقه القصوى للاوضه عدد ثاني. لما اجي اقول لك الاوضه مشبعه بكام دلوقتي؟ يعني ناخد امثله، لو قلت لك الاوضه مثلا فيها 20 طالب، القيمه القصوى لها 40، يبقى الاوضه فيها كام دلوقتي؟ 20 على 40 في 100، صح؟ يبقى 50%، يبقى البرسنتج ساتوريشن بتاع الاوضه دلوقتي كام؟ 50%. فلما اجي اقول لك ايه هو البرسنتج ساتوريشن؟ اكسجين برسنتج ساتوريشن هو عباره عن برسنتج ريشيو ما بين مين؟ اللي اكشوالي بريزنت والبوتنشال بريزنت، صح؟ ما بين الاكسجين كونتنت والاكسجين كاباسيتي. سهله ولا صعبه يا جماعه؟ الفاكتورز افكتنج هتعتمد على ايه هنا؟ اما اجي اقسم، بص يا جماعه ناخدها عشان نفهمها. ادي الاكسجين كونتنت وادي الاكسجين ايه؟ كاباسيتي. الاكسجين كاباسيتي كانت بتعتمد على الهيموجلوبين. الاكسجين كونتنت كانت بتعتمد على حاجتين، على الهيموجلوبين والاكسجين تنشن. قسمناهم على بعض، اللي شبه بعض شيلهم، هيموجلوبين هنا يتشال قصاد هنا. يبقى البرسنتج ساتوريشن يعتمد على مين اساسا؟ الاكسجين تنشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ امال ايه هو الكو افيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن؟ اما اجي اقول لك الارتيريال بلاد في 19 مللي اكسجين بير ديسي ليتر، والفينوس بلاد في 14 مللي اكسجين بير ديسي ليتر، يبقى الاكسجين يوتيلايزد قد ايه باي تيشو؟ اقوم قايل ها ارتيريال ناقص فينوس، صح الكلام؟ الارتيريال 19 الفينوس 14، يبقى اللي استخدم فعلا كام؟ 5 مللي بير ديسي ليتر. دي معناها كلمه ايه؟ الاكسجين يوتيلايزد. امال لما اجي اقول لك بقى الايه؟ كو افيشنت اللي هو المعامل، معامل استخدام الاكسجين اللي هو كو افيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن، هو عباره عن برسنتج اوف اوكسجين ان ارتيريال بلاد ذات از تيكن باي تيشو. يعني انا خدت قد ايه من الارتيريال بلاد واجيب النسبه بتاعته، يبقى اوكسجين يوتيلايزد باي تيشو اقسمه على الارتيريال اوكسجين ونضربه في 100، يبقى برسنتج ما بين الاكسجين يوتيلايز على الارتيريال اكسجين، قد ايه من الارتيريال اكسجين استخدم؟ اقوم قايل الارتيريال ناقص الفينوس اللي هو كام؟ ارتيريال 19 ناقص الفينوس 15 او 14، يبقى 5 الفرق بينهم، الايه؟ تحت اقسمه على الارتيريال اللي هو 19، يبقى 5 على 19 اترست كام؟ 25%. مع الاكسرسايز ايه رايكم؟ تزيد الريشيو ولا تقل؟ استخدام الاكسجين يزيد ولا يقل؟ هيزيد. ليه؟ لان الاكسجين يوتيلايز باي تيشو هيزيد. فبالتالي بدل ما كان 19 ارتيريال 14 فينوس هيبقى 19 ارتيريال 5 فينوس. فالفرق بينهم 14، يبقى 14 على 19 تاني تاني قول تاني كده. تاني سؤال تاني. ايوه كلام جميل. اصبر معايا، انت ما فهمتش ازاي الاكسجين بيستخدم. بص انا عندي حاجتين، عندي فيزيكال فورم والباوند فورم، الاثنين بيستخدموا بس بيستخدموا بنظام معين. ايه هو النظام ده؟ ان انا دلوقتي عندي فري، اقوم سحب الفري صح واقوم حاطط مكانه من الباوند، فالاثنين عاملين زي سيركل كده بيستخدموا في نفس الوقت. بس ازاي؟ الباوند نفسه مش هياخد التيشو، مش هياخد اللي هو الايه؟ الهيموجلوبين عشان يستخدمه، لازم الهيموجلوبين يطلع الايه؟ الاكسجين اللي هو شايله فيبقى فيزيكال، صح ولا لا؟ هل التيشو بياخد الايه؟ الاكسهيموجلوبين اللي هو هيموجلوبين ماسك معاه اكسجين ويستخدمه، يستخدم الاكسهيموجلوبين، ولا لازم يعمل له ريليز للاكسجين عشان يستخدمه؟ يحصل ريليز، فلما حصل الريليز اتحول الباوند لمين؟ للفيزيكال فورم. فالاثنين بيستخدموا سيمتينيس، بس ازاي؟ في دايره. انا بستخدم الفيزيكال اهو اللي هو شويه اللي موجودين في الدم مش ماسكين في حاجه، انا سحبتهم قلوا، فيقوم الدم واخد منين؟ واخد منين؟ ده هنفهم النقطه دي اكتر واحنا بنتكلم في الاكسجين ديسوشيشن كيرف. هيقوم واخد من الباوند فورم، بقى في فيزيكال يعوض الفيزيكال اللي ناقص، خلاص؟ اسحب الفيزيكال ثاني اخد من الباوند فورم. وضحت الصوره؟ العكس بقى، لو الفيزيكال فورم زاد يخزن،
فيزيكال فورم زاد يخزن، كل ما زاد الفيزيكال فورم هيزيد الباوند فورم والعكس. واضحه لحد كده؟ في اي مشكله يا جماعه؟ ها ندخل بقى في حاجه اسمها اوكسجين ديسوسيشن كير اوف هيموجلوبين. ناخد نفس عميق لانه محتاج تركيز شويه. خلاص ها اوكسجين ديسوسيشن كير اوف هيموجلوبين، قالوا هنرسم علاقه ما بين الاكسجين تنشن والبرسنتج ساتوريشن، ما بين الاكسجين تنشن والبرسنتج ساتوريشن. لما الاكسجين تنشن يزيد هيأثر على البرسنتج ساتوريشن ولا ما يأثرش؟ هنشوف. يبقى اما اجي اقول لك ايه هو الاكسجين ديسوسيشن كير، ات از ا كير ذات ستادي ذا ريليشن شيب بتوين اكسجين تنشن and the percentage saturation of hemoglobin at different oxygen tension. حد يقدر يقول لي يا جماعه ليه ما درستش العلاقه ما بين البرسنتج ساتوريشن والاكسجين كونتنت مثلا؟ ها؟ لان الاكسجين كونتنت هيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الهيموجلوبين، والهيموجلوبين معنى كده لو زاد الهيموجلوبين او قل هيأثر لي على النتيجه، صح؟ فبالتالي استبعدناه. استخدمنا مين لمين؟ هذا الاكسجين تنشن. يبقى تاني it is a curve that study the relationship between oxygen tension and percentage saturation of ايه؟ of hemoglobin at different oxygen tension. طيب نبص على رسمه بسيطه كده، امتى الرسمه اللي مرسومه دي؟ نفهمها خطوه خطوه كده يا جماعه عشان يتفهم. انا جيت دلوقتي بصوا، انا جيت اهوت قمت راسم ايه؟ الايه؟ ادا الاكسس الهوريزونتال وده الاكسس الفيرتيكال. الاكسس الهوريزونتال احط فيه ايه؟ الاكسجين تنشن. الفيرتيكال اللي هو البرسنتج ساتوريشن. ايه استخدموا جهاز تونوميتر، جابوا التونوميتر حطوا فيه عينه بلاط عدوا عليه اكسجين بايه؟ بتنشنز مختلفه بجهاز ثاني التصقوا اللي معرفش ايه، مش مطلوبه منك كلمه. لو عرفت بس ان استخدمنا تونوميتر نعمه من عند ربنا، ما عرفتهاش مش مشكله، مش مشكله. خلاص؟ بس حطيتها على اساس ان لو حد فكر يقول حسبوها ازاي يبقى مجرد كلمه بس تبقى عارفها، عارفها عارفها مش عارفها مش مشكله. عشان بس ما ندخلش في ايه؟ في سايد واي نتوه فيه. يبقى ده الاكسجين تنشن. قال لك خلي بالك. لما جم يدرسوا لقوا الكيرف بالشكل ده كده. لقوه حاجه اسمها اس او سيجمويد شيب. فيه جزء كده هوريزونتال وجزء ستيب يعني منحدر بالشكل ده. او جزء لينير. لازم اكون فاهم ان الاكسجين ديسوسيشن كيرف اوف هيموجلوبين نوت لينير ريليشن شيب، ما هوش خط، ماشي علاقه خطيه يعني ما الاقيش كده، لا ده اس شيبد اور سيجمويد شيبد كيرف بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، في جزء هوريزونتال اهو وجزء ستيب او نازل منحدر بالسندنج بار. طيب قال لك لما جم يدرسوا عند 100 مليمتر ميركوري اوكسجين تنشن لقوا ان البرسنتج ساتوريشن كام؟ تقريبا 97% برسنتج ساتوريشن للهيموجلوبين والاكسجين. قال له هذا الايه؟ الاكسجين تنشن خلوه 70 مليمتر ميركوري. عملوا وجدوا ايه؟ ما انا قلت لك هم استخدموا جهاز. بصوا يا جماعه عشان بس لو عايزين اللي عايز يفهم، زي تيوب بالشكل ده كده بطريقه معينه، تيوب كده يقول عليها تونوميتر، حطوا عينه بلاد هنا 3 مللي، خلاص عدوا عليها ايه؟ عدوا عليها الايه؟ الاكسجين تنشن بايه؟ بطريقه معينه بليفلز معينه، يعني اكسجين تنشن مثلا 70 80 90 100 وهكذا، وبطريقه معينه شافوا البرسنتج الساتوريشن. فهم مثلا اما استخدموا برسنتج اسمها اكسجين تنشن 100 ملم مركري وجدوا الساتوريشن 97%، يعني هي مجرد حاجات عملوها فبيرسموها كده. جم لقوا 70 ملم مركري لقوها كام؟ 95 او 90 من 90 ل 95 ملم مركري. ركز معايا بقى النقطة دي. الجزء ده بقى هوريزونتال اهو. بيقولوا ده بيحصل، التغير ده بيحصل ات لونج ليفل. ات لونج ليفل ايه اللي بيحصل؟ شوف انا نقصت الاكسجين تنشن من 100 ل 70، يعني فرق قد ايه؟ 30 مليمتر ميركري.
يعني لما قللت 30 مليمتر مركري ايه اللي حصل في البرسنتج ساتوريشن؟ قلت من كام؟ من 97 ل 90 او ل 95، يعني معناها ايه؟ بصوا الفرق كام؟ من 5 ل 7، قول 7%. يعني لما قلل البريشر بكميه 30 مليمتر مركري، كميه كبيره، قلت الساتوريشن بكام؟ ب 5 ل 7%. يعني معناها ايه؟ ان الهيموجلوبين ماسك في الاكسجين بايديه واسنانه، صح ولا لا؟ يبقى اما اجي اقول لك اشرح لك بقى الفيسيولوجيكال امبورتنس اوف ذيس كير، تقوم مقسمه لحاجتين، تقول ات ذا لانج ليفل. ما هو ات لانج يا جماعه الاكسجين تنشن كام؟ 100، صح؟ ات لانج ليفل الاكسجين تنشن لما كان 100 مليمتر مركري، وجدنا ان البرسنتج ساتوريشن بعد ما يطلع 95 بعد ما يطلع 97%. اما قللنا الاكسجين تنشن بدل ما 100 بقى 70، وجدنا ان البرسنتج ساتوريشن كام؟ 90%. يعني بمنتهى البساطه ات لونج ليفل وذ ماركت ديكريز ان اكسجين تنشن ذير از ليس ماينيوت ديكريز ان برسنتج ساتوريشن. بمعنى اخر بقول ان ات لونج ليفل اللونج عايزه البلاد عايز يلود اكسجين، الهيموجلوبين عايز يشيل اكسجين ولا انلود يريليز اكسجين؟ عايز يشيل، فعايز يمسك في الاكسجين بايديه واسنانه، صح ولا لا؟ فبالتالي ات لونج ليفل اللي هو الجزء ده كده بيزيد الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين. يعني ايه تزيد الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين؟ يعني الهيموجلوبين عايز يمسك الاكسجين مش عايز يسيبه. يعني بيحصل لودنج، ركزوا في المصطلحين دول، ان بيزيد الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين، ان بيحصل اللودنج، ان بيحصل حاجه ثانيه بتتقسم يقول لك ايه؟ ان انكريز ذا ابيليتي اوف هيموجلوبين تو بايند ويز اكسجين. وده حصل كنموذج سؤال ام كيو. نعم؟ الافينيتي يعني ايه؟ قابليه للمسك في الاكسجين. انكريز هيموجلوبين افينيتي تو اكسجين يعني عايز يمسك في الاكسجين. خلاص؟ افينيتي حالا محطوطه في جدول مقارنه. طب كلام كويس. ده بيحصل فين؟ الهوريزونتال بارت اوف ذا كيرف بيحصل ات لونج ليفل. طيب ديورنج اكسرسايز بقى مش بنستخدم اكسجين كتير؟ صح ولا لا؟ بيقل الاكسجين تنشن؟ كلام كويس. لو انا جيت بقى في ات تيشو ليفل او ديورنج اكسرسايز الجزء المنحدر ده بقى ات تيشو ليفل بيمثل لي الكيرف ات تيشو ليفل، ايه اللي بيحصل؟ قال لك لو انا جيت عند 40 مليمتر مركل هاجي اشوف البرسنتج ساتوريشن لقيته 70% ساتوريشن. قللنا الاكسجين تنشن ل 25، ايه رايكم؟ الكيرف نازل كده. شوفوا ايه اللي حصل. بدل ما كان 70% بقى 40%. طب ده دلالته ايه؟ نركز مع بعض. انا قللت البريشر كام؟ 15 مليمتر مركري. قل الساتوريشن كام؟ 30%. With minute decrease in oxygen tension there is marked decrease in percentage saturation. يعني بمعنى اخر ايه اللي حصل؟ ان هذا الهيموجلوبين رمى الاكسجين للتشو، صح ولا لا؟ مش عايز يمسك الاكسجين. ده بيحصل at tissue level. يبقى بمنتهى البساطه نختصرها في ثلاث كلمات، at tissue level بيحصل ايه؟ ديكريز افينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين، عايز يسيب الاكسجين للتشو. يعني بيحصل لودنج للاكسجين ولا انلودنج؟ يعني الهيموجلوبين يشيل اكسجين ولا يسيب الاكسجين؟ يحصل انلودنج. اصبر لو صبر القاتل على المقتول، كان ربنا كرم. خلينا بس نمشي ستيب باي ستيب. لو انا قمت جايب نقطه قمت ناقص 100 خطوه تلاقي نفسك ايه؟ برقت قدامي وفتحت بقك، صح؟ لحد ما انا بقول واضحه ولا صعبه؟ ها الكلام ده جاي حالا شيفتنج للرايت والليفت وسببه ايه هنتكلم عنه، لحد ما انا بقول صعبه ولا سهله يا جماعه؟ ها يبقى انا دلوقتي عملناها ايه؟ نبص على الكيرف، بص على كيرف تاني محطوط برضك كويس. اهو يا جماعه. هذا الاكسجين ديسوشيشن كيرف. بمنتهى البساطه خلاصه الكلام اللي قلناه كتير دوت، تقوم قايل لي ان الاكسجين ديسوشيشن كيرف استدي ذا ريليشن شيب between variation in oxygen tension and percentage saturation of hemoglobin with oxygen. It is
sigmoid or S-shaped curve not a linear relationship physiological significance. اتكلم عنه في حاجتين. هقول ده horizontal bar occurs at tissue level with marked decrease in oxygen tension. There is minute decrease in percentage saturation. There is decrease or increase affinity. Increase affinity of hemoglobin to oxygen. There is loading of oxygen. Yes. أنا بقول لنج، أنا قلت لنج ولا تشن؟ يبقى ده الكتاب. كويس، لكن المفهومة إيه؟ اللنج. At horizontal bar بقول عليها اللنج، بيحصل فيها إيه؟ قال لك بيحصل لودنج، صح الكلام؟ بيحصل إيه؟ ها؟ انكريز ولا ديكريز افينيتي؟ انكريز افينيتي، انكريز ابيليتي اوف هيموجلوبين تو بايند مع مين؟ مع الاكسجين. الديسندنج بارت او الستيب بارت، كلمه ستيب يعني منحدر عشان لما نقراها نبقى فاهمينها. الستيب بارت والديسندنج بارت اوكي اتشو ليفل، بلاقي بيحصل ايه؟ ويز ماركت ديكريز او ماينيوت، احنا قلنا كام؟ 40 ل 25 ويز ماينيوت ديكريز الاكسجين تنشن، ذير از ماركت ديكريز ان ايه؟ percentage saturation. يعني معناها ان يحصل loading ولا unloading؟ unloading. increase affinity ولا decrease affinity؟ decrease affinity. وضحت الصورة يا جماعة؟ كلام كويس. ندخل بقى في حاجة قبل ما اقول لك يعني ايه شيفت للرايت والليفت وايه اللي عملها كده وسبب الحكاية ديت، لازم في كلمة كده تتفهم لانها بتتسال ام كيو. حاجة اسمها بي 50، ايه البي 50 ديت؟ بص على الكيرف ده. ده او ده. خلي بالك اتفقنا ان ده اكسجين تنشن واتفقنا ان ده برسنتج ساتوريشن. قال لك خلي بالك لو انا شفت البرسنتج ساتوريشن 50% وشفت المقابل له بريشر اقول عليه ده بي 50. يعني ايه بي 50 بقى؟ يبقى البي 50 هو عباره عن الاكسجين تنشن at which there is 50% saturation of hemoglobin with oxygen. طب ايه الكلام؟ طب وانا مالي؟ طب ما واحد يقول لي بقى، واحد بقى ايه خلي بالك بقى، واحد يقول لك ايه؟ طب ليه قلنا ب 50؟ طب ما انا اقول ب 70، طب ما انا اقول ب 20، طب ما انا اقول ب 30، صح؟ زي ما واحد يقول لك انت اسمك ايه؟ تقول له اسمي احمد. طب ليه مش محمد؟ ليه مش مصطفى؟ ليه مش صح الكلام؟ لا، هو عملوا حاجه واحده نشوف فايدتها ايه؟ هم استخدموا ده كحاجه كونستنت الناس كلها تستخدمها، زي ايه بالظبط؟ لما خدنا الويفز بتاعت الاس جي يقول لك هو الويفز بي، واحد غثت يقول لك ما سموهاش اف ليه؟ يا اخي الراجل اللي اشتغل عليها واكتشفها وعملها سماها وسمدها معايد، صح ولا لا؟ فانت الراجل اللي اشتغل هنا قال لك انا هاخد عند ما يحصل ساتوريشن 50% واشوف الاكسجين تنشن كام اقول عليه ده ب 50. المهم اهميتها ايه؟ احنا خدناها كستاندرد ثبتناها يبقى الناس كلها تاخد القيمه دي ب 50. ايه اهميتها؟ لو عارف النورمال فاليو بتاعتها بتتسال النورمال فاليوز من 26 لكام؟ ل 28 ملم مر. الاهميه دي اللي غايه في الاهميه بقى، دي سبب ان احنا بنتكلم عنها، انها بتميز لي حاجتين من بعض، حاجه اسمها شيفتنج اوف اوكسجين اسوشيشن كير تو ذا رايت او شيفتنج تو ذا ليفت. ايه يعني ايه شيفت للرايت والليفت؟ هنقولها حالا، لكن المهم عندي تقول لي السيجنفكانس بتاعت الاوكسجين اللي هي البي 50 يوزد از انديكيشن for the state of the oxygen dissociation curve. يعني ايه؟ يعني index that the curve shifted to the right or to the left. يعني ايه؟ بص على الكيرف ده. اتى النورمال اوكسجين dissociation curve. في بعض الحالات at tissue level. at tissue level بيحصل ايه؟ بيزيد الكربون دايوكسيد تنشن، صح ولا لا؟ بيقل الاكسجين تنشن. بيزيد الهيدروجين ايون كونسنتريشن، يعني بتقل ولا بتزيد البي اتش؟ تقل البي اتش. يزيد مين؟ التمبريتشر، صح؟ يزيد حاجه اسمها 2 3 ديفوسفوجليسترين، دي ماده الار بي سي بتطلعها في انيروبيك ميتابوليزم بتاعها. كل الحاجات ده هي بتعمل ايه؟ بتزق لك النورمال اوكسجين ديسوشيشن كيرف ناحيه الرايت. يعني ايه؟ يعني ايه تزقه ناحيه الرايت؟ ركزوا معايا. لو انا جيت استخدمت البي 50 اهي، دي النورمال كيرف اهو، البي 50 لما يبقى 50% ساتوريشن كانت مثلا 24 ملم مركب. طب لما الكيرف اتزقت شويه كده ناحيه اليمين، البي 50 بقت كام؟ ازيد ولا اقل؟ ازيد. قول بقت مثلا 35 ملم مركب مثلا، يعني زادت. طيب لما حالات ثانيه ات لانج ليفل مثلا،
at the lung هلاقي ايه؟ الكربون دايوكسيد قل، الاكسجين تنشن زاد، صح؟ هلاقي الهيدروجين كونسنتريشن قلت، يعني البي اتش زادت، التمبريتشر قلت، كل دول هيزقوا الكيرف ناحيه مين؟ ناحيه الليف. يعني ايه؟ يعني تعالى هنا عند 50% ساتوريشن. ادى البي 50 كانت مثلا 24 ملم مركري. اما اتزقت ناحيه الرايت بقت كام؟ قول وليكن 10 ملم مركري، يعني قلت ولا لا؟ يعني هنا ابقى فاهم ان هذه البي 50 يوزد از ان اندك تو ايدنتيفاي ويزر ذا كيرف شفتد ناحيه الرايت ولا شفتد ناحيه الليف. البي 50 تزيد لو شفتد ناحيه الرايت. البي 50 تقل لو شفتت ناحيه اللف. قول لي توهتني وانا مالي شفتت ناحيه الرايت ولا شفتت ناحيه اللف؟ لا تفرق معايا. ناحيه الرايت ركزوا معايا. بصوا هرسم كيرف ثاني كده عشان ايه نتخيل ايه اهميه ان انا اعرف شفتت ناحيه الرايت ولا شفتت ناحيه اللف. انا عندي ادى الايه؟ الكيرف اهو. ادى رايت، ادى نورمال، ادى لف. خلاص؟ عند بريشر معين وليكن مثلا 70 ملم متر. عايز اشوف البرسنتج ساتوريشن في الثلاث حاجات في الثلاث حالات. شوفوا عند النورمال كان كام؟ عند النورمال قلت 90% برسنتج ساتوريشن. اما شفت بناحيه اللف 95%. اهو اعلى. اما شفت بناحيه الرايت بقت كام؟ 80%. معناها ايه؟ معناها ان لما شفت ناحيه اللفت الساتوريشن زاد ولا قل؟ زاد. يعني معناها زادت الافينيتي للاكسجين ولا ما زادتش؟ يعني معناها قل الريليز اوف اكسجين تو تيشو ولا ما قلش؟ قل. طب تو ذا رايت قل البرسنتج ساتوريشن، يعني معناها طرف اللي في جيبه طلع اكسجين، قلت الافينيتي للاكسجين، يعني ايه؟ زاد الريليز، يعني يحصل لودنج ولا انلودنج؟ يحصل انلودنج. يعني بمعنى اخر اما اقول لك شفت ناحيه الرايت احط في دماغي ان في فاكتور بتعمل ايه؟ بتحاول تزود الريليز اوف اوكسجين تو تيشو. صح الكلام؟ اما اقول لك شفت ناحيه اللبس يعني ماسكه في الاكسجين بدون ثانوي، دي حاجه خطيره واقربها اللي احنا متكلمين عنها المره اللي فاتت اللي هي الكربون مونوكسيد بويزنينج. لما قلت لك تاريخن رخمته في حاجتين، هو نفسه ما بينتجش اكسجين ولا بيشيل اكسجين، وريزن ما بيعمل ايه؟ بيمنع الاكسيهيموجلوبين اللي موجود اكشولي انه يطلع الاكسجين، لانه بيزود الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين، لانه بيعمل شيفتنج للاكسجين ديسوشيشن كيرف ناحيه اللف. وضحت الصوره يا جماعه؟ الفيتا هيموجلوبين من رحمه ربنا يا جماعه ان الفيتا العيل في بطن امه الهيموجلوبين بتاعه له ستراكشر خاص به يقول لك فيتا الهيموجلوبين، الافينيتي بتاعته للاكسجين كتير عالية. ليه؟ دي من رحمة ربنا عشان يمسك في الأكسجين بإيديه وسنانه، صح ولا لا؟ فبالتالي الفيتا الهيموجلوبين هيشفت الكيرف ناحية الرايت ولا اللف؟ ناحية اللف. يبقى عملتها كجدول مقارنة وبمنتهى البساطة علشان الوقت. أدى بمنتهى البساطة في عندي حاجة اسمها فاكتور ذات شيفت أكسجين ديسوشيشن كيرف تو ذا رايت أند ذات تو ذا لف. علشان لازم نحفظها نشوفها بمنتهى البساطة عشان ما نتوهش. عشان نحفظها نحفظها إزاي؟ أبقى فاهم إن ناحية الرايت عايز يعمل انلودنج، صح؟ هيديكريز الافينيتي للاكسجين. يعني حط في دماغك انه عند التيشو ليفل ومن غير ما احفظ عند التيشو بيحصل ايه؟ بيزيد الكربون دايوكسيد، يقل الاكسجين، يزيد الهيدروجين، يقل البي اتش، يزيد التمبريتشر، يزيد الاثنين ثلاثه دايفوسفوجليسترين، صح الكلام؟ ناحيه الليفت والعكس دول. نضيف عليهم حاجتين ثلاثه كمان. عند الرايت هنا يا جماعه هنضيف عليهم الافكت اوف بريجننسي، الاكسرسايز، الانيميا، دول كمان ضيفهم على اللي احنا حافظينه، على اللي سهل حافظهم. على الليست ضيف عليهم البوليسايتيميا عكس الانيميا والكربون مونوكسيد بويزنينج والفيتا الايه؟ هيموجلوبين. وضحت الصوره يا جماعه؟ من اهم الاهداف يا جماعه بتاعت المحاضره الجدول ده. وممكن الامتحان واحد يلاقي فيه كذا سؤال على شفت التجاريه الليست. وضحت الصوره يا جماعه؟ هو نفسه كمان ممكن يجي يحط اسم. طيب في اخر نقطه هنا في الاكسجين ديسوشيشن كيرف عايز بس تعرف كلمه فيها عشان اطول فيها، اللي هي الاكسجين ديسوشيشن كيرف اوف مايوجلوبين. المايوجلوبين يا جماعه فيه واحده ايه؟ فيروس اتوم بس، فبالتالي مش هيعمل لك ايه؟ سيجمويد شد كيرف، مش هيعمل لك اس شد كيرف، لكن هيعمل لك حاجه اسمها
نص مستطيل يقول عليها ريكتانجولار. احفظ الاسم ده، حاجه اسمها ريكتانجولار هايبربولا. ريكتانجولار هايبربولا يعني معناها نص مستطيل. ده حصلت ازاي؟ الهيموجلوبين المايوجلوبين فيه فرات واحده، يا يشيل اكسجين يا ما يشيلش. فلو شال ذره الاكسجين بقى مشبع، بقى دي الطاقه القصوى بتاعته. اول ما يفقدها نزل للايه خالص. وضحت الصوره يا جماعه؟ دي الكلمه اللي انا عايزك تعرفها، ان الاكسجين ديسوسيشن كيرف اوف مايوجلوبين از ريكتانجولار هايبربولا. ليه؟ لانه هاز اونلي وان فرات اتوم. تحت كده الاوبجيكتيف اللي بعد كده الكربون. بصوا يا جماعه هتلاحظوا ان انا ايه اغلب المحاضره في الاكسجين، هو اساس المحاضره. قلت لكم الكربون دايكسايد بحيث ان ايه؟ لانه من الاهداف اللي عندكم في البكره. فايه فكلمتين عنه ببساطه جدا مش صعب، لان اتكلمنا عنه كتير قوي، واتكلمنا على الكلورايد شفت منهم كتير. الكربون دايكسايد ترانسبورت بنفس الصوره هيتشال فيزيكال فورم وكيميكال او بايند فورم. بس الكربون دايكسايد علشان له صفه مميزه له، ان الكربون دايكسايد بيطلع بواسطه التشو، فقال لك هيبقى موجود في الارتيريال بلاد. ممكن نقسمه لصورتين اساسيتين او لفورم تو فورم. حاجه اسمها توتال ارتيريال كربون دايكسايد، ده الكربون دايكسايد اللي ماشي في الارتيريال بلاد ان جنرال. وحاجه اسمها سايدال كربون دايكسايد. السايدال ده اللي قد ايه من الكربون دايكسايد ريليز باي تشو. طب اعرفها ازاي؟ هقوم شايف الارتيريال في قد ايه كربون دايكسايد والفينس كام، وقوم طارح الفينس ناقص الارتيريا. الارقام تتحسب. الفينس 52 مللي بير دي ليتر، الارتيريال 48، الفرق بينهم يبقى كام؟ 4 مللي. يبقى اما تيجي ام اس كيو يقول لك تايتل كربون دايكسايد فوليوم از 4 مللي بير دي ليتر. التوتال نفس الاسطمبه اللي احنا قلناها في الاكسجين ترانسبورت. في حاجه اسمها ايه؟ ها؟ لما اجي اقول لك الفورم الارقام تتحسب. قلناها اهو في الارتيريال بلاك 48، في الفينس كام؟ 52. الفورم ده بيتشال ازاي؟ يا اما يتشال از اجاز فيزيكال فورم فري فورم 3 مللي بير ديسيليتر، او كيميكال او بايند فورم 45 مللي بير ديسيليتر، اجمعهم يبقى 48. الكيميكال يا اما حاجه من اثنين، يا اما از بايكربونيت، ودي سهله جدا، مجرد الكربون دايكسايد هيلاقي الميه يمسك فيها يتحول بايكربونيت، يتحلل لهيدروجين بايكربونيت، يبقى اتشال از بايكربونيت. في وجود طبعا حاجة اسمها كربونيك انهيدريز. يا إما أز كربامين، ولما قلت لك أهو فاكرين يا جماعة دي ما تتنسيش، إن الأكسجين ماسك في مين؟ في الفيروس بارت أوف هيموجلوبين. لكن الكربون دايكسايد ماسك في الجلوبين بارت أوف إيه؟ أوف هيموجلوبين. مهمة جدا أبقى فاهم الفرق بين الاثنين. الهيموجلوبين بيشيل أكسجين وكربون دايكسايد، طب بيشيلهم إزاي؟ كلام جميل، كلام حلو قوي. ركزوا معايا يا جماعه، انا عندي دلوقتي في انت ونبهتني اقول لكم نقطه مهمه قوي تتقلوا فيها برضه، ونقطه الام اس كيو. هل الاكسجين والكربون دايكسايد بيتشالوا سيميلتينيسلي مع الهيموجلوبين؟ لا. انا عندي بص لو تفتكر في الجاب ترانسبورت كنت بقول لك الايه؟ ان عند الليفل بتاع اللانج الاكسجين يقوم معدي من الالفيولس في اتجاه البلاد، صح؟ ويقوم ماسك في الهيموجلوبين، وده الكلام بتاع النهارده اللي هو يحصل اللودنج. يقوم ماشي لحد التشو يحصل ان لودنج. محاضرتين مكملين لبعض. حصل ان لودنج يعني ايه؟ يعني انت قمت شايل الاكسجين من الايه؟ من البلد اديته للتشو، مش هيمشي فاضي، بقى ريديوز. الريديوز زي يقوم واخد الكربون دايكسايد وطالع بيه بقى لفوق، اللي احنا هنتكلم عنها حاجه اسمها كلورايد شيفت فينومينون. الكربون دايكسايد يقوم رايح من ناحيه التشو يروح لحد اللنج علشان تو بي ريليز، يقوم مطلع الكربون دايكسايد الفيلس ومنه للاتموسفير. وضحت الصفه، الاثنين مش بيتشالوا في نفس الوقت. قانون بيقول لك عليه هلدان افكت، حاططها لكم كملاحظه اهي. ايه الهلدان افكت ده؟ الهلدان افكت بيقول لك ان الريديوز كاربون دايكسايد رحت فين؟ اهي الهلدان افكت. ايه الهلدان افكت بيقول لك ايه؟ The amount of carbon dioxide in chemical combination depends on ايه؟ reduce hemoglobin. يعني ما ينفعش اقول لك ان الهيموجلوبين يقوم شايل الاكسجين في الفره والجلوبين يقوم شايل الكربون دايكسايد سيمتينيوس في نفس الوقت، لا. ماله ايه الفيزيكال؟ ما هو بص الفيزيكال نفسه، بص قال لك الفيزيكال ممكن يبقى ماشي فري، او في بعض الاحيان الفيزيكال نفسه ما بيريحش،
يقوم داخل ماسك في الايه في البلاط اهو، يقوم ماسك في الميه ويعمل لك بيكربونات. يعني في اغلب الاحيان حتى الفيزيكال او الفري فورم ما مش مستقره ما تسميها فري فورم، بتتحول على كل فيزيكال، بس في مرحله من المراحل بتكون فيزيكال او فري فورم. يعني انت هتلاحظ هي كاتبها ايه بس عشان الوقت بس، يعني هتلاقي فري فورم بس هو نفسه كمان ما بيدلوش مده طويله فري، بيلاقي الميه يقوم متحد معاه ويتحول بيكربونات على طول. ها كلام جميل كلام جميل. طب اسالك سؤال، فاكر الساينوزس صح؟ قلت لك ثريشولد اوف ساينوزس قد ايه؟ يعني ايه ثريشولد اوف ساينوزس؟ ها يعني اماونت اوف ريديوسد هيموجلوبين اللي زيد عن كام علشان تديني ساينوزس صح في السوبرفيشال كابيلاريز؟ قال لك نورمالي في السوبرفيشال كابيلاريز في 2 جرام بير ديسي لتر هيموجلوبين موجود ريديوسد فور. يعني مش كل الهيموجلوبين اللي في الارتيريال بلاد شايل اكسجين، في جزء منه ريديوس، جزء منه هيشيل كربون دايوكسيد. ودي فكره ايه؟ ان الارتيريال بلاد ما هوش اكسجين بس وما هوش كربون دايوكسيد بس. لا لا دي شيء ودي شيء، يعني هتلاقي وحده هيموجلوبين، وحده هيموجلوبين شايله لك ايه؟ اسمها اكسجين، واحده ثانيه خالص ريديوس شايله لك كربون دايوكسيد. ودي زي ما بقول لك حاجه اسمها هلدان افكت، هلدان افكت بمنتهى البساطه عشان لو سالناها، لان ده اللي تعرفه بالاسم بقى. هلدان افكت ده بيقول لك ايه؟ ان لودنج اوف اوكسجين لودنج اوف هيموجلوبين وذ اوكسجين ديكريز اتس افينيتي تو كربون دايوكسيد، خلاص مش هيمسك كربون دايوكسيد. انلودنج هيخليه انلودنج اوف اوكسجين هيخليه يمسك كربون دايوكسيد. يعني هو ماشي يا يشيل اكسجين يا يشيل كربون دايوكسيد. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى كيميكال الكربامينو خلاص، يبقى قلنا انها يا اما كربامينو يا اما ايه؟ يا اما بايكربونات. بعد كده قال لك الصيدل نفسه برخامته كمان برضك يا اما يتشال 3 او فيزيكال 4 ويا اما يتشال كربامينو او بايكربونات. يعني تاني دي لو عملناها كرسمه فيها تقوم قال لي توتال وصيدل. التوتال ده الارتيريال، الصيدل اللي هم الاربعه مللي، يا يتشالوا فيزيكال يا يتشالوا كربامينو يا بايكربونات. اخر نقطتين مش هياخدوا دقيقتين، ثلاث دقائق يلا عشان الوقت. عايزك تعرف حاجه اسمها همبرجر فينومينون او فلورايد شيفت فينومينون. هي شوف البايكربونات كام يا جماعه اتشالت كفايدل، انا عايزك تتخيل التيشو طلع 4 مللي ديرتيتي ليتر. تخيل لو التيشو كل شويه قاعد يحط كربون دايوكسيد، التيشو يضيف كربون، هيحصل اسيديتي ولا لا؟ هيحصل اسيدوز ولا لا؟ فانا محتاج اعمل بفرنج، بفر عايز اعادل الايه؟ شويه الكربون دايوكسيد اللي كل شويه يترموا في الدم. هعمل لهم بفرنج ازاي؟ ان احولهم لبايكربونات اللي هي حاجه اسمها الكلورايد شيفت فينومينون. الرسمه دي جميله جدا، دي بتشرح لك بصهم الرسمه دي بتشرح لك كل الكربون دايوكسيد ترانسبورت. يا اما ماشي بصهم ديسولفد فيزيكال فورم، يا اما ها دخل في الدم بقى اما ديسولفد او فيزيكال فورم، يا اما يدخل يمسك في الهيموجلوبين كربامينو، يا اما ايه؟ بايكربونات. الكلورايد شيفت فينومينون همبرجر فينومينون، بص على الرسمه دي بمنتهى البساطه. عند التيشو بيحصل ايه وعند الايه؟ اللنج بيحصل ايه؟ هناخد عند التيشو. عند التيشو بقى كربون دايوكسيد كتير صح؟ هيقوم داخل الار بي سي هيبقى له سكه من اثنين، يا يمسك في الهيموجلوبين ويعمل لك كربامينو عشان يتشال صح ولا لا؟ يحصل له بفرنج. هيلاقي الميه يعمل لك بايكربونيك اسيد اللي هي تتحول لهيدروجين وبايكربونيت. الهيدروجين مين اللي هيعمل له بفرنج؟ الهيموجلوبين صح الكلام؟ البايكربونيت تركيزها هيزيد تقوم معديه خارجه للبلازما، بس كده هيحصل مال ايكوليبريم، نيجاتيف الشارج خرجت يبقى لازم نيجاتيف الشارج تدخل. مين اللي هيدخل مكانها؟ الكلورايد. الكلورايد يقوم داخل جوه الار بي سي، ولذلك يقول لك حصل كلورايد شيفت، حصل شيفتنج اوف كلورايد توورد ار بي سي. ولكن الكلورايد از اوزموتيكالي اكتف، مور اوزموتيكالي اكتف ذان بايكربونات، فيسحب معاه ميه كتير فيخلي الار بي سي حجمها يزيد فولين. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم في الباك سيل فوليوم او الهيماتوكريت فاليو كنا بنقول ان الفينس بلاد اللي ماسكريت فاليو بتاعته اعلى، ليه؟ نتيجه الكلورايد شيفت فينومينون. الار بي سي بيبقى حجمها كبير شويه نتيجه الكلورايد شيفت توورد انسايد الار بي سي وبيسحب معاه ميه حجمها ايه؟ يزيد. طب ده التيشو ليفل، التيشو ليفل انا عايز اشيل كربون دايوكسيد لانه كتير، الدم هيدنه عند التيشو ولا هيروح لحد اللنج؟ هيروح لحد اللنج، هيروح لحد اللنج، فيحصل ايه؟ العكس. يقوم الكلورايد يحصل له شيفتنج من الانسايد بتاع الار بي سي في اتجاه البلازما، وال اسمها الايه؟ البايكربونات تقوم داخله للار بي سي تمسك في الهيدروجين تتحول لك لبايكربونيك،
تتحول لميه زائد كربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد يحصل له ايه؟ ها اكستشينج مع الالفيولس، يقوم رايح للايه؟ للالفيولس ومنه للاتموسفير. يبقى عملناها كجدول مقارنه بسيطه اهوت. ايه اللي بيحصل؟ ات تيشو ليفل ده شيء من التفصيل. ات ظلام بتقوم قايل العكس، ان بيحصل شيفتنج العكس، ان الكلورايد بيحصل شيفت من الار بي سيز في اتجاه مين؟ في اتجاه البلازما، ويقوم البيكربونات داخله ويطلع الكربون دايكسيد للاتموسفير. اخر نقطه بس مهمه، ديفينيشن وارقام بس وانبور كلمتين وبس. حاجه اسمها الكالي ريزيرف، ومن الاهداف اللي عندكم في البوكلت. ايه الالكالي ريزيرف؟ الكالي يعني الكالي، ريزيرف يعني مخزون. ايه المخزون من الالكالي ده؟ هو عباره عن فوليوم اوف كربون دايكسيد بريزنت ان كيميكال كومباينيشن از بايكربونيت. ركزوا معايا بقى في النقطه دي مهمه جدا. ان ارتيريال بلازما مش في الارتيريال بلاد ان جنرال. ليه؟ لان الارتيريال بلاد عباره عن ايه؟ عباره عن سيل، عباره عن بلازما. انا اخاف من السيلز ايه؟ الريد بلاد سيل. اخاف منها في ايه؟ في الهيموجلوبين. لان هذا الايه؟ كربون دايكسيد بيمسك في الهيموجلوبين. فانا لو قلت في الهيموجلوبين هتاثر لي على النتيجه. انا عايز اشوفه في البلازما. خلاص؟ يبقى از ديفينيشن فوليوم اوف كربون دايكسيد بريزنت ان كيميكال كومباينيشن از بايكربونيت. وما انساش، لان ممكن يتحط لك كجزء يقول لك ايه؟ في الارتيريال بلازما، ولا في الارتيريال بلاد، ولا في الفينوس بلازما، ولا في الفينوس بلاد. فاهم قصدي؟ المهم النورمال فاليوز حافظينها اكتر مني، تتحفظ بالطريقتين، يا اما 55 ل 70 ملي كربون دايكسيد بير ديسي ليتر اوف بلازما، او بالملي ايكويفالنت 27 ملي ايكويفالنت بير لتر بلازما. اهميته ايه؟ بيشيل كربون دايكسيد. ثاني حاجه اكت از بفر عشان يمنعنا في المشاكل بتاع الاسيدوز. جسمك طول الوقت قاعد يطلع لك ميتابوليت فعايز يخليه اسيدوز اسيدوتيك. الاسيدوزس مشاكل ايه؟ انا حطها كرسمة كده عشان انتوا عارفين اكتر مني ايه مشاكل الاسيدوزس. سواء الاسبريشن بقى شورتنس اوف بريث وكوفنج وخلافه، الهارت اريزميا، الجاستريك يحصل ايه، السنترال. ده مجرد بس ايه؟ حاطط رسمة عشان تتصور ان لو حصل ايه؟ اسيدوزس بيحصل مشاكل ممكن تكون سبب في الوفاه كمان. اندكت فور اسيد بيز ايه؟ بالانس. وضحت الصوره يا جماعه؟ تو سمرايز الكلام اللي قلناه النهارده عشان يبقى الامور واضحه. اول حاجه اتكلمنا على هاو اوكسجين از ترانسبورتد ان ذا بلاد، اتكلمنا ان فري اور فيزيكال فورم، ان كيميكال اور بايند فورم. بعد كده اتكلمنا على السيرتن ديفينيشن، وقلنا الاوكسجين ديسوشيشن كير، وعرفنا ات ذا لانج اللي هي الهوريزونتال بار، ات ذا تيشو سيد بار. عرفنا يحصل يعني ايه عند اللانج لودنج، ويعني ايه عند التيشو انلودنج، وايه كوز اوف شيفتنج تو ذا رايت اند كوز اوف شيفتنج تو ذا ليفت. وقمنا داخلين على الكربون دايكسيد ترانسبورت، عرفنا يعني ايه توتال كربون دايكسيد ترانسبورت، وعرفنا يعني ايه تايدال كربون دايكسيد. الارقام لازم تتحفظ. قلنا يعني ايه كلورايد شيفت فينومينون، واخيرا قلنا الالكالي ريزيرف. وزي ما اتفقنا دايما يا جماعه عامل ايه؟ سمري للحاجات، النقط مهمه جدا السمري مش محطوط عليها، نركز عليها لانها مهمه. خلاص؟ النقط الرئيسيه في كل نقطه. خلاص؟ بعد كده اكزامبل لايه؟ للاسئله سواء كشورت اسي على الموضوع او يعني شيوخ في الاخر ايه؟ اجابه. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟